نظر كونشو إلى الخاتم. وأكمل الجد الملك عبد الحميد كلام: جميع الرموز والحكم تجدها في الصفحة رقم 369. عند بداية السطر 11 من كتاب الأسرار العظيمة، سوف يقوم إغنورانس بعمل المستحيل حتى لا تصل إلى ذلك الكتاب، لكنك سوف تنتصر عليه في النهاية. ركز يا كونشو واتبع هدفك، ولن يستطيع أي كائن أن يؤذيك ما لم تسمح له بذلك. كما أن تفاصيل ليلة 13 من سبتمبر موجودة في ذلك الكتاب، بذلك الكتاب الذي سوف تمدك بطاقة عظيمة وقوة سحرية لتنفيذ مهمتك.